روحي يا وهرب روحي بسلامة 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 القلب اللي كان اللي بغيك أنا نكوي دعوت للجدود أنا راهي مبنية جمعني تعدى أنا راه تدير إيه روحي يا وهرب روحي بسلامة 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 القلب اللي كان يبغيك أنا نكوي دعوت للجدود أنا راهي مبنية أنا راه كانوا عنا كذلك زمان كانوا عنا يعني أغاني كتير أندلسية الأندلسية هي الملحون كنقولوا إحنا بالعربي ما زي ما قلت الفلامينكو كده إيه إيه بس وينه المصري فين المصري في الطريق المصري ما في المصري إحنا تعود في الجزائر من ياخذين الاستقلال واحنا صغيرين كبرنا مع الافلام المصريه الافلام المصريه الحصص المصريه يعني وكلنا نتكلموا مصريين نتكلموا يعني وفي السكول عندي في المدرسه كان عندي المعلم بتاعي مصري اسمه ايه اسمه ابراهيم والله استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم وعاش هذه المره كنت مشيت الجزائر سالت عليه في وهران قلت لهم يا ريت المعلم تاعي ابراهيم جاوني واحد الشباب قال يا خالد تسأل على ابراهيم ابراهيم ساكن في واحد الحاره ما رجعش مصري لا والله رجع جزائري يعني قاعد عايش كان عايش الان عند اولاده يعني تبارك الله اولاده كبار وكبار مني يعني ورحت له يا ريت يا ريت لا يلا ماشي هذا المره يعني المشوار هذا المشوار يا استاذ ابراهيم والله العظيم استاذ ابراهيم اذا بتشاهدنا ارجوك استنى شاب خالد هيجي يزورك هو بيقول لي كان انه بيسال عليك وعايز يجي يشوفك انا رجعت حياتي يعني حتى امي مسكينه ما توحشتني يعني بعد الاعمام وانا صغير وكنت ذكي يعني يعني احنا صغيرين ما عندناش باش نشتري الالات وكذا وكذا كان معايا واحد ولد حومتي ولد الحاره صغير هو كذلك يعني كان يلعب بالدف والدف احنا كان عندنا البيدون اللي نعمروا فيه الميه هذاك يقلبوا يلعب فيه الدرب دي كانت ايه مصنوعه من ايه من الجلد من الجلد قربه زي القربه يعني ايوه والله زي قربه السقه بتاع زمان ايوه لا بس احنا عندنا البيدو هذاك احنا نقول البيدو اوكي هي نعمروا فيها الميه يعني بس زي الجردل نزقوا بها حلو جميل أيوة والله تراث ده حلو يعني فتقلبها يعني وتطبل عليها اي أيوة والله حلو قوي والجيتار ابويا كان صياد كان عندي الفيل الخيطان كان عندي تاع الصياده يعني نو بروبليم يعني كان عندنا البيدون بتاع الزيت بتاع السيارات كويس هذاك البيدون معلي فيه البوشون من هون كنا نعملوا حفره ندخل خشب ونعملوا بالمصابير ونعمل خيط ونرجعوا في البوكس استنى دي شبه الربابة بتاعتنا ايه صح صح شبه الربابة شبه الربابة ويعني بالآلات اللي كانوا عندنا يعني البدائية اي والله البدائية يعني واحنا كنت نعمل يعني عند الحارة نقعدوا برا في الشارع اصبحنا يعني اولاد صغيرين احنا اللي عاملين يعني الفن في الحارة طبعا يعني ونطلع للشباك الصغيرين يطلعوا لينا بس اللي انا قريته انه الوالد ما كانش مش موافق انك انت تبقى مغني عندي كان والدي الله يرحمه مسكين الله يرحمه ويحسن اليه كان هو بالنسبه ليه يعني لازم ندرس تكمل تعليمك كان يقول لي المزيكا مسيكا ما تعملهاش كمهنة مسيكا كان يقول لي على فرح كي تكون يعني على عطلة نو بروبلم ما يتعمل مسيكا ما حبش تعمل مسيكا يعني شاف الولد يعني ما مدرسة يعني نمشي نلعب ولا يعني كنت يعني وعي أنا كنت يعني أحسن ولد يعني بين قوسين يعني لا والاستاذ ابراهيم يعني انا اول واحد يعني كي بعض الاحيان يحب يخرج يمشي يعني شويه يتفسح يعني دقائق
انا اللي كان يقول لي انت المسؤول يا خالد، خليك انت تحرص على الاولاد. يا سلام خد بالك عليه. يمشي ويجي يقول لي اوكي. يعني من صغري يعني كان بعض الاحيان كاين بناء ادم الله سبحانه وتعالى عاطيه حاجه اللي احنا ما نحسوش بها. صحيح. بعض الاحيان وانا صغير ما كنتش عارف ليش مخلي لي مسؤوليه يعني. انا كنت الوحيد في المدرسه اللي يعني كان في النار انرجي انرجي الوحيد اللي كنت يعني كي نحب ندرس نكتب ونحط بالي وبعد الاحيان ما نجيش وتتعاقب ها بعد الاحيان نخرج برا يعني تزوغ وامي كل شيء ما كانش عندهم الماما كان الام الوالده كانت هي اللي تداري ما تقولش صح هذيك بعدين شويه من وصلت للثمان سنين يعني صبحت يعني كان ربي الله سبحانه وتعالى كان عاطيني يعني كيوريوزيتي يعني مهتم مع فضولي وحنا عندنا كي نشوفوا الالات كنا نشوفهم في الصيف في العراس كان يقول جماعه يعني الاوركست يجوا كي يكونوا يتغدى ولا يتعشوا انا نطلع في ستيج نكذب الكمانجا نكذب يعني وهم بيتعشوا تاخدوا انتوا الالات وتلعبوا انا كانوا يشوفوا فيا باللي كنت يعني انا ما درست موسيقى يعني الالات اللي كنت يعني باش جو بروفيت كما يقول لك الفرنساوي يعني يعني اول حاجه هما يقولوا معليش يقول تفضل ما حط عينك اوكي اوعى تكسرها نكذب يعني كمان يعني ريد اوكي بعد نلعب الحود كله سماعي كله سماعي واحنا الغناء تاعنا زمان في الاستعمار كذلك وهران وكل شيء يعني كنا كلهم يغنوا بالاسبانيولي يعني كان بيسابي بيسابي موتشو بيسامي بيسامي موتشو Je reviens, mon amour, le bonheur va chanter. Bésame mucho. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. انا كنت نشوف في التلفزيون كان واحد مغني هو حي الان وعجوز كبير احسن صوت في العالم اللي سمعته في حياتي يا سلام اسمه خوسيليتو خوسيليتو الرسنيول هي العصفور اللي يغني مش عارف كيف تسموه بالعربي كروان مثلا زي الكروان زي والروج غورش احنا نقول ذاك اللي عنده هذه حمراء هنا وليدي يغني كثير هذا عنده حط له اسمه خوسيليتو يعني عنده صوت وكان كوميديا يلعب الافلام هو صغير عنده واحد الصوت وانا كنت نشوف فيه وانا صغير في التلفزه يعني كنت نقول ان شاء الله يا ريت يا ريت يكون عندي صوت كما هذا يعني يا ريت يعني الناس تفرح بيا وفهمتي معنا وبعدين على كل حال اول مزيكا انا كنت مفتوح للدنيا كان لازم علي نحفظ كل اغاني اوكي ليش باش يعني نشتغل يعني بدينا بالكبرهيات من كبرت شويه يعني كان عندي القانون يعني بتساعد بقى يعني في الظروف مثلا العائليه مثلا كنت بتساعد وفي العراس عندي اخوتي كبار عليا هم كانوا الدراسه وكذا وكذا وعندي اخويا كان يعني بطل في الاتليتيزم يعني رياضي كبير واخوي الكبير واحد اخر هذا كان يعني دراسة وحسابات وكذا وكذا احنا ثلاث أخوات الأولين وعندي أخويا واحد آخر الله يرحمه محمد وبعد عندي أختي مريم ومن بعد جاء هذا محمد ناسي الأسامي يا شاب خالد يا نهار أبيض لا 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 أنا أمي كان عندها غير الأولاد كانت تبكي على البنت مسكينة أنا متخلف عليها أنت عكست أي والله يعني
انا كنت يعني نشتغل، هما كانوا دراسه وكذا وكذا، انا كي كان يجي الصيف وكذا نروح نشتغل في العراس و... ونساعد امي يعني كي يجي داخل بالفلوس ونعس ونقولها خذي يا ام ما عنديش حبيبي. وانا ابويا كان يشتغل شرطي يعني وهي كنت بعد واحد المره خرج ستايل جديد اللي هما ناس الغيوان في المغرب باند هما ناس الغيوان كان خرجوا ستايل جديد الصيف يقول لك انا حبيت باند كيما ناس الغيوان كويس. عملت باند اول باند وانا في عمري 10 سنين يا حبيبي. عملت فرقه نلعب البونجو وكان واحد يلعب القنبري القنبري بتاع قناوه هذاك اللي بالمصراني خلوا لي دم 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 البيس والدف بندير كنا خمسه اشخاص قال لازم نحطوا اسم الباند سميتهم النجوم الخمس سانك اتوال وحاجه كده سانك اتوال جاكسون فايف ايوه زي جاكسون فايف حسي ايوه والله قريتها باين في حته انه ايوه جاكسون فايف دول يبقى انا هعمل اتوال وانا ما كنت اعرف جاكسون فايف انا بتعمل زي بتوع كنا النجوم نجوم الخمس وكنا خمس اشخاص يعني